ما هو الضابط لما يتجنبه المحرم فيما له رائحة طيبة؟ هل هو خاص بالعطور فقط أم يشمل كل ما له رائحة كالمشروبات والمستحضرات الطبية ومصافحة الآخرين الذين فيهم رائحة عطور؟ يشمل كل ما فيه رائحة طيب، كل ما فيه رائحة طيب من المأكولات أو المشروبات فإنه يتجنبها، والمنظفات إذا كان فيها رائحة طيب يتجنبها أيضا. أما مصافحة من به رائحة طيب فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لم يقصد الطيب وإنما قصد السلام فقط. نعم.